بعض الأحوال الجوية غير المستقرة تؤثر على أجزاء المملكة خلال 48 ساعة القادمة. تفاصيل بعد هذا الفاصل. تظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة المملكة نهار هذا اليوم إلى خلو تقريبا سماء المملكة من تواجد أي سحب وغيوم، سوى انتشار لبعض السحب الركامية الرعدية في بعض المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. توقعات الهطولات المطرية للمملكة تشير إلى أنه خلال تقريبا ساعات نهار يوم الأحد تكون هناك فرص لبعض الزخات المحلية من الأمطار المحدودة في المنطقة الشرقية من المملكة، يقابلها أيضا فرص هطول بعض الزخات الرعدية من الأمطار فوق جبال جنوب غربي المملكة. يوم الاثنين أيضا يتكرر ذات الأمر، يتوقع أن تهطل بعض الأمطار المحلية الطابع على تلك المناطق المطلة على الخليج العربي، وأيضا تبقى فرص الأمطار الرعدية تقريبا حاضرة في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى. ويتكرر ذات المشهد يوم الثلاثاء، إذ تبقى فرص هطول الأمطار الرعدية قائمة في جبال جنوب غرب المملكة في ساعات ما بعد الظهر، قد تمتد وتقترب من الأجزاء الشمالية للباحة. على الجانب الآخر، يتوقع أن تتأثر أجزاء المملكة باندفاع تدريجي لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد متواجدة تقريبا فوق الأراضي العراقية، وتبدأ بالاندفاع التدريجي اعتبارا من يوم الاثنين باتجاه المناطق الشرقية من المملكة، ثم لاحقا تصل إلى المناطق الوسطى من المملكة مسببة انخفاضا لافتا على درجات حرارة خاصة في ساعة الليل مع نهاية هذا الأسبوع في المناطق الوسطى. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، تصل تقريبا درجات حرارة في ساعة النهار ما بين 30 إلى 29 درجة مئوية مع أجواء مستقرة، وتستقر درجة الحرارة الصغرى عند 16 درجة مئوية مع أجواء تكون مائلة للبرودة خاصة في المناطق المفتوحة ومناطق البر في ساعات الليل. توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة على وجه التحديد في العاصمة الرياض، تهبط الصغرى إلى 17 درجة مئوية والأجواء غالبا صافية. أكرر مرة أخرى، هناك أجواء تكون مائلة للبرودة في المناطق المفتوحة والمكشوفة في عموم المناطق الوسطى الشمالية والوسطى وحتى أيضا الشرقية من المملكة. درجات الحرارة المتوقعة وأحوال الطقس في مدن ومحافظات المملكة اليوم الأحد، نبدأها شمالا من سكاكا من 26 إلى 14، عرعر 25 إلى 13، وفي تبوك من 29 إلى 15 درجة مئوية، في مكة المكرمة من 36 إلى 23، في جدة من 33 إلى 24، وفي المدينة المنورة من 33 إلى 21 درجة مئوية. فرص لبعض الزخات الرعدية من الأمطار في الطائف من 26 إلى 15 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. أيضا فرص لبعض الأمطار الرعدية في جبال جنوب غرب المملكة في مرتفعات الباحة وأبها وحتى مرتفعات عسير، العظمى في أبها من 23 إلى 13 وفي الباحة من 21 إلى 14 درجة مئوية، تكون 34 إلى 28 درجة مئوية في جازان. شرقا في الإحساء تكون الأجواء مشمسة من 32 إلى 17، في الدمام من 32 إلى 21 مع أجواء مشمسة، لكن مع التنبيه أن بعض المدن والمناطق القريبة قد تكون على موعد مع زخات محلية من الأمطار تجدر المراقبة. في حفر الباطن من 28 إلى 15 مع أيضا أجواء مشمسة في ساعات النهار. وختام هذه الجولة في المناطق الوسطى، في العاصمة الرياض من 30 إلى 16، وفي بريدة من 27 إلى 13، وفي حائل من 24 إلى 11 درجة مئوية، ونلاحظ انخفاض درجات الحرارة الصغرى في ساعات ليلة الأحد على الاثنين في مناطق مختلفة من وسط المملكة. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.